مهرجان زين سيدي مزيان، فوجنا فيه وتفرجنا، والله يحفظهم الله يحفظ الجميع. انت من المنطقه جيتي انت؟ منطقه بورسعيد الشماعيه. شنو بالك في السرباتي دازو؟ السرباتي دازو زينين، كلشي زين، الله يكمل عليهم بخير، الله يسهل عليهم، الله يحفظهم، والله يحفظ الخيا. انت ان شاء الله في الاقصائيه؟ اي نكون ان شاء الله بحول الله. اش من السربه انت كتشجع انت؟ اش من السربه اللي عجبك في السربات كامل؟ اللي عجبني تنشجعو، جاني بالظن جاني بالظن تنشجعو، واللي ما جانا في الظن شاي الله يسهل عليه. توا بسم الله الرحمن الرحيم، حنا تنتبعوا هذه المباراة كل عام، هنا في على جميع الجهات الأقاليم ما تنخلوا تا جهة وتا إقليم تمشوا ليه تبعين المباراة الحمد لله، وتمشي تفرج في هاد الفروسية من تراث ثقافي. هذا تقريبا شي 20 عام، أنا من الصغر كان جدي الله يرحمه كان عدو العود كان تيركب. أنا من هنا من منطقة الحمر. ضركني ما جيتيش. حتى كل شهر استعدادات. نعم. كيجاك هادشي اللي كاين اليوم ديال التبوريض؟ الحمد لله هادشي زين. كاين التفرج كاين الفراج الحمد لله. زوين هادشي تنشبتوا به. تعجبنا هادشي ديال الفروسية. الحمد لله الامور غاديه مزيانه، هذه دابا على اونطريمو والخيل راه باقا كتشرف نفوس بعضياتها، والواردية الله يسهل لهم والله يجيب لهم كيسير والله يرزقهم السلامة، والأمور إن شاء الله غادي تكون على أحسن ما يرام. ينتظروا يوم السبت إن شاء الله الإخوان الله يسر لهم كاملين، الله يجيب لهم السلامة كاملين، ونطلبوا الله السلامة للجميع. السلام عليكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.